عز وجل. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، وهذا يعتبر أساس كتب المصطلح لمن بعده. الكفاية فقط؟ لا، كل كتب الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي كتب في مصطلح الحديث بصور كثيرة وكتب عديدة، فجاء ابن الصلاح واستفاد من كتب الخطيب ومنها الكفاية وجعلها فصولا، وهذا علم. انظر، أنت تجعل كتابا تجعله في فصل فتختصر وتعتصر وتعطي الخلاصات للطلبة. فبالتالي انظر الكفاية. والثاني، الكفاية طبعا مطبوع طبعات كثيرة جدا، طبعا من أشهرها الطبعة القديمة عن دار المعارف العثمانية تحقيق عبد الرحمن المعلم اليماني. وعبد الرحمن المعلم اليماني كان يسمى ذهبي العصر، هو إمام كبير. وعندما رأى محمد زاهد الكوثري يرد على السنة وأهل السنة ودعاة السنة بعلم الحديث ويلبس على كثير من الطلبة وقد نجح، واستجاب له العشرات بل المئات بل الألوف، فعندها فرغ نفسه للرد عليه وقسمه بمجلدين تفصيليين في بيان أخطائه وتدليسه وتلبيسه على الطلبة. وكان شيخنا الألباني ينصح بقراءته للمتمكن في علم المصطلح والتخريج، وهو كتاب التنكيل في جلدين. والكوثري كان آية من آيات الله في معرفة الكتب، ولكنه لا يسير على السنة، متعصب للمذهب الحنفي. وساعده في ذلك أنه كان في دار الخلافة في تركيا، فهو تركي والكتب بين يديه، فكانت الكتب شحيحة عند الناس وعنده بما تلذ الأعين ويحيلك. ولكن هذه الإحالات في قبلها كلام وبعدها كلام، ولا يستقيم حتى نقرأ الكلام كاملا. فهذا جهد جبار من هذا الإمام. هذه أسماء ينبغي أن تحفظها، لو نسيت أولادك لا إشكال، لكن تنسى عبد الرحمن المعلم اليماني؟ فمن تعرف إذن؟ من تعرف؟ تعرف لاعب كرة ولا؟ يعني مين؟ حول ولا قوة إلا بالله، كم نحن في غفلة عن علمائنا. على كل حال، فالكتاب طبعا خطيب البغدادي سنة 63 و400، طبعا طبعة الشيخ المعلم اليماني في مجلد، عاود طبعا الطباعة القديمة هاي، فطلعت طبعات حديثة عن كذا دار نشر، مش دار نشر واحدة، دار نشر مصرية جيدة، دار ابن عباس، دار نشر سعودية، دار ابن الجوزي الدمام، كثر كثر كثر. وأيضا كل فترة تصدر طبعة. وهذا كتاب يفرح به طالب العلم، وهو مصدر أصلي، بمعنى يروي الأحاديث التي فيه بالإسناد من طريقه، فلا يستغني عنه أي طالب علم حديث. وكتب كتابا آخر أيضا الخطيب البغدادي
توفى سنة 63 و400 للهجرة، سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. طالب العلم ينبغي أن يكون مؤدبا يتحلى بالأخلاق وأخلاقه مميزة. فذكر الآثار والأخبار في الآداب، فكما ترون أيضا استفاد منه ابن الصلاح فجعل فصلا. كتب الخطيب عبارة عن فصول عند من؟ عند ابن الصلاح. هذا العلم تستفيد من غيرك وتبني عليه. طبعا كتابه مطبوع في جلدين، وأشهر طبعة طبعة محمد عجاج الخطيب عن مؤسسة الرسالة، وأيضا مطبوع تحقيق محمود الطحان صاحب الكتاب الذي نحن ندرسه عن دار المعارف، أيضا في جلدين عام 300 و400. قال أبو بكر بن نقطة، أبو بكر بن نقطة من كبار علماء الحديث ومن المترجمين، وهو حافظ، وترجم له الحافظ الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ. وتذكرة الحفاظ فقط أفرده، اكتب يا أخي الله يجزيك الخير، علم المصطلح يحتاج أن تعرف الكتب. الكتب هي عبارة عن الأدوات التي من خلالها تصل إلى العلم. فالعلماء كانوا يباتون بالجوع مقابل أن يحصلوا كتابا. يخير بين الطعام والكتاب، معك 10 دنانير، يا بتشتري كتاب أو أكل لك ولأولادك. ويقول أشتري كتاب، أولادي ربنا بيرزقنا بكرة الليل خلينا ننام خفيف، وإذا أكلنا راح يروح كله على بيت الخلاء. لا، خلينا ننام الليلة إيش خفيف، أولادك ومراتك. أخي شو المشكلة لو ناموا الليلة جعانين وبكرة إن شاء الله بنشتغل وبيجينا 10 ليرات ثانية من طعميهم، يعني يوم بعد يوم بدو طعميهم. لما يحصل الكتاب؟ الآن الكتاب موجود بأقل الأسعار، ومع ذلك يقول لك يا شيخ هيو نازل على النت، لا قاري عن النت ولا قاري عن الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي نحتاج أن نرجع إلى الله ونتوب. فقال أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني أولاد. خلاص الخطيب هذه الكلمة فرح بها ابن الصلاح، قال نعم طيب هات كتبه.